قالت عضو مجلس النواب عن حزب الوفد مها شعبان إن الآونة الأخيرة شهدت انتشار مشكلات عدة بسبب تفكك الأسري. وأرجعت مها شعبان سبب المشكلات الذي يعود إلى غياب الوازع الديني وعدم الالتزام بالمبادئ. في الآونة الأخيرة بدأت تظهر مشكلات كتيرة بسبب العنف الأسري وعدم التفكك والتفكك الأسري وغيرها من المشكلات، وده إن كان سبب فيه عدة أسباب منها اتكلمنا عنها النهاردة، زي غياب الوازع الديني، ما عادتش الوازع الديني موجود عند الأسرة زي الأول، والالتزام بالمبادئ والقيم الدينية، عدم مراقبة الأسرة وغياب الأسرة، الأب والزوج انخراطه في العمل طول الوقت، عدم مراقبتهم لأطفالهم، في عدم يعني عدم تدني الدخول، تدني الدخول قصدي سوري تدني الدخول في الفترة الأخيرة كان برضو سبب من أسباب العنف الأسري. وفي أشياء تانية كتيرة زي مثلا اللي هو المخدرات، انتشار المخدرات والتقدم التكنولوجي اللي بقى دلوقتي موجود بصورة ساخرة، لأن احنا دلوقتي ممكن نكون قاعدين في أسرة واحدة 5 أفراد فيها، كل حد فينا قاعد على موبايله، ما عادش فيه حوار ولا نقاشات.